اتفضل حضرتك. المال السياسي ده انت شايف حضرتك يعني كتر في المرحلة التانية عن المرحلة الأولى، مع ان الطبيعي كده ان المرحلة التانية مدنها ومحافظاتها أغنى نوعا ما من المحافظات المرحلة الأولى اللي فيها الصعيد اللي هو في فقر شديد. أكتر محافظات فيها فقر في مصر المنيا وبني سويف وأسيوط. المحافظات اللي في الشمال المفروض يعني نوعا ما مرتاحة، ما يظهرش فيها، ظهر بقسوة فيها. ما هقول لها هو كلام اجتماعيا شايفة ازاي؟ لا هقول لحضرتك اللي موجود فيه ايه. لو احنا بنقول المحافظات فيها المال، بس توزيع المال شكله ايه؟ في افقر الفقراء معايا، في المشاكل اللي انت حزين عليها اللي قلتها في المقدمه بتاعت حضرتك، بس فيها اغنياء، فيها رجال اعمال، وفيها 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 معايا. فللاسف بدل ما يمولوا زي ما حضرتك قلنا ادينا امثله، بدل ما يمولوا فبدوا يستخدموها، بيمولوا في اطار القانون كمان، احنا عندنا سقف للدعايات الانتخابيه. بدوا يستخدموها في حكايه، هستخدم بقى الفاظ حضرتك، الرشاوي معايا. فالمحافظات اللي انت بتقول عليها فقيره ما عندهاش رأس، اللفظ صعب، انا ما بحبوش يعني، ولا انا مش حابه، بس علشان قسوه اللفظ ده انا بوصله للناس، لانه لفظ صعب، لانه لفظ صعب. انا معاك، لكن المحافظات البسيطه ما عندهاش المال اللي هي استعملته، ولو كان عندهم المال يستخدم باستحياء لضعف راس المال، لضعف المال عندهم، وكان لسه في المرحله الاولى كان في نوع من التوهان شويه، يعني الكل كان بيقول ايه، انا مش عارف مين نازل وانا هنتخب مين، انا المواطن التائه بالظبط، واخد بالك. وكان في البعض احساسه تأجج، كان في تأجج للمواطنه بعد ما حسينا ان الارهاب ممكن يدخل من الشباك، فكان في انتفاضه حلوه قوي. دايما المرحله الثانيه بتبقى في درس مستفاد، قال ده في انتخابات وفي ناس راحت، وكان في شهر بحاله ان هم يقدروا وفي ناس نجحت وبداوا يشوفوا السلبيات، فبداوا يعمل نوع من الحشد وبدا للشعبيه، فبدات المنافسه تبقى شديده شويه، فمن خوف من المنافسه الشديده دي شويه فبدات يظهر بقى الايه، المال السياسي، وخصوصا في المحافظات الغنيه.